Excellencies, distinguished delegates, and gentlemen, may I please ask you to take your seats in حضرة أصحاب السعادة والمعالي، حضرة سيداتي والسادة، أطلب منكم لو سمحتم التفضل بالجلوس حتى نبدأ المؤتمر. Excellencies. أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون، حضرات السيدات والسادة، رجاء تفضلوا بالجلوس حتى نباشر أعمالنا. Excellencies. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، مرة أخرى أرجوكم الجلوس حتى نبدأ أعمالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سيدي أعزكم الله، يتشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة جلالتكم بصفته رئيس الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية أن يستأذن جلالتكم لتسيير أشغال هذه الجلسة. مولاي صاحب الجلالة، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة الأمينة التنفيذية لاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة رؤساء الوفود، حضرات السيدات والسادة، لي عظيم الشرف أن أعلن افتتاح الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف المنعقد بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس. إن اجتماعنا اليوم يعتبر حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، أضفى عليه الحضور المتميز للعدد الكبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الشخصيات، أهمية خاصة تعكس الحرص على التعبئة الشاملة لمواجهة آفات التغيرات المناخية. في شهر دجنبر من العام الماضي اجتمعنا في باريس لاعتماد اتفاق عالمي يضمن انخراط المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. إن دخول اتفاق باريس حيث التنفيذ في أقل من سنة لا يعكس الإرادة السياسية للمجتمع الدولي لمواجهة التحدي الكوني الذي تشكله التغيرات المناخية. وما دمنا سنواصل غدا اجتماعنا للدورة الأولى لمؤتمر الأطراف المنعقد بوصفه اجتماعا للأطراف في اتفاقية باريس، فإنني ألتمس رفع هذه الجلسة، رفعت هذه الجلسة، وأدعوكم الآن لمتابعة حفل ومراسم افتتاح الاجتماع رفيع المستوى. مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، أرحب بكم في جلسة افتتاح الاجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد بمناسبة الدورة 22 لمؤتمر الأطراف والدورة 12 لمؤتمر الأطراف المنعقد بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف المنعقد بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، قبل أن أعطي الكلمة للمتدخلين الكرام أدعوكم الآن لمشاهدة شريط قصير عنوانه مملكة مستدامة.
أصحاب والسمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لي عظيم الشرف أن ألتمس من جلالة الملك محمد السادس نصره الله التفضل بإلقاء كلمته السامية. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي أن أرحب بكم بالمملكة المغربية أرض الحوار والتعايش وملتقى الحضارات للمشاركة في الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وإن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية بعد دورة 2001 يعكس تشبثنا بالإطار المتعدد الأطراف لمقاربة التحديات الدولية. وما احتضان مراكش اليوم لهذا المؤتمر إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي نخص به قضايا البيئة والمناخ ضمن أولويات المملكة. فبلادنا تعتبر من بين أول الدول التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ، وذلك منذ مشاركتي في قمة الأرض بريو سنة 1992، حيث ترأست آنذاك بصفة ولي العهد وفد المغرب. أما اليوم فإن مؤتمر مراكش يشكل منعطفاً حاسماً في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي. فالبشرية جمع تعلق آمالاً عريضة على القرارات التي سيتخذها، فهي تنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره، وإنما تتطلع إلى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الأرض والإقدام على مبادرات ملموسة وتدابير عملية تصون حقوق الأجيال القادمة. وإن انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، عرفت 15 سنة الأخيرة انتشار خطاب يهتم بقضايا البيئة وتزايد عدد الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها، والأهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية الحفاظ عليها. ورغم انبثاق هذا الوعي الإيجابي، فلنسير في الطريق الصحيح وليحظى هذا المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع. إن الاختلاف كبير بين الدول والمناطق فيما يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة والأسبقيات عند الدول المصنعة التي يقال عنها متقدمة ليست هي نفسها بالنسبة للدول النامية، كما أن الفرق في الوسائل كبير بينهما. وإذا كان من الطبيعي أن يدافع كل طرف عن مصالحه، فإن القرارات التي يتم اتخاذها وفرضها ليست دائما في متناول كل الدول. لذا فقد أصبح من الضروري توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري في ضمان مستقبل البشرية. وهنا نؤكد أن المغرب سيكرس جهوده خلال ولايته والموارد المالية المتاحة في هذه الفترة القصيرة للنهوض بهذه المهمة الصعبة والنبيلة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية
من خلال تطبيق اتفاق باريس يجسد رغبتنا المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال. ويعد هذا الانخراط ضرورة أخلاقي وواجب الإنساني، يجب أن يقوم على الإيمان بحتمية المصير المشترك والتضامن الصادق بين الشمال والجنوب لصيانة كرامة البشر. فقد تم تقديم وعود كثيرة خلال العديد من المؤتمرات السابقة، غير أن مؤتمرنا اليوم هو مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ وأمام شعوبنا. فسيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنا إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة هناك في الجزر المهددة بالزوال وفي الحقول المهددة بالتصحر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر. إن إشكالية البيئة هي إشكالية خطيرة يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية. لقد ولى عهد الاستعمار كما ولى منطق فرض القرارات، فالأمر يتعلق بوجود الإنسان ويقتضي منا جميعا العمل يدا في يد لحمايته. ومن هنا لا يجب إجبار الدول منذ البداية على القبول بقرارات لن تستطيع الالتزام بها، وهذا لا يعني أنها ترفضها، وإنما لأنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لتنفيذها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن تكلفة الانتظارية والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره ستكون لها انعكاسات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم. فباسم المصير المشترك وباسم مسؤوليتنا التاريخية أدعو كافة الأطراف للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن من خلال أولاً تمكين بلدان الجنوب وخاصة الدول الأقل نمو والدول الجزرية من دعم مالي وتقني عاجل يقوي قدراتها ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية. ثانياً وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها وتعبئة 100 مليار دولار على الأقل بحلول سنة 2020 والتي كانت مفتاح اتفاق باريس. ثالثاً انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ. رابعاً إسهام الفاعلين غير الحكوميين من مقاولات وجماعات ترابية ومنظمات المجتمع المدني في إعطاء دفعة قوية لمبادرات الفعل الشامل من أجل المناخ. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها في إطار الدينامية الدولية الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره. فالمغرب الذي كان من الدول الأولى التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا يلتزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات، كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة لتأمين 52% من قدرته الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وفي نفس السياق اقترحنا مجموعة من المبادرات في إطار تفعيل اتفاق باريس، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل. اتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته، بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقي لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها. لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن
وليس أمامنا أي خيار. إن العمل على تدارك الزمن الضائع في إطار تعبئة متواصلة وشاملة وتناسق إيجابي من أجل عيش مشترك كريم ومستديم للأجيال المتعاقبة. ونود في الختام أن نجدد الترحيب بكم في مراكش الحمراء، سائلين الله عز وجل أن يكلل أعمال هذا المؤتمر الهام بكامل التوفيق، خدمة للبشرية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك في عمر سيدي. حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أدعو السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون لأخذ الكلمة أمام الجلسة العامة. السيد الأمين العام، لكم الكلمة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أصحاب السمو سعادة السيد صلاح الدين مزوار رئيس مؤتمر الأطراف بدورته 22، سعادة أصحاب السعادة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب السعادة والمعالي الوزراء، سعادة بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم بونجور بالفرنسية، طاب يومكم بالإنجليزية، يقولها الأمين العام. أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وحكومة المغرب على عقد مؤتمر الأطراف بدورته 22 في هذا الوقت الحازم. أشكركم على الروح القيادية. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة، نشهد بزوغ فجر جديد في فضاء التعاون الدولي في مجال التغير المناخي. فاتفاق باريس هو من أكثر الاتفاقيات الدولية تعقيداً وطموحاً وشمولية، من أكثر الاتفاقيات تعقيداً وشمولية التي توصل إليها المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة. أشكر كافة الموجودين هنا على روحهم القيادية والتزامهم الكبير والرؤية الواسعة التي تحلوا بها. وهذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ في 24 نوفمبر قبل سنوات عديدة من المهلة المتوقعة. وصلنا إلى عدد 109 دول وقعت أو صادقت على الاتفاق، أي 75% من النسبة التي كنا نتوقعها. والدول قد دعمت إلى حد كبير هذا الاتفاق، لأن هذه الدول أدركت أن مصلحتها القومية إنما تتحقق من خلال سعينا جميعا لخيرنا المشترك. والآن علينا أن نترجم هذه الأقوال إلى سياسات وأعمال ملموسة وفعالة، وهذا أمر أساسي لحماية كوكبنا ولصيانة الأكثر أو حماية الأكثر ضعفا وقيادة النمو والرفاهية. ومن شأن تنمية منخفضة الانبعاثات وتحمل تغير المناخ أن يساعدنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتموها في أيلول المنصرم. إن الأمم المتحدة ستساعد الدول على تطبيق هذه الاتفاق، وكلما تحركنا بسرعة كلما جاءت إنجازاتنا أكبر. أصحاب السعادة والمعالي، قبل أن أبدأ بكلمات مختصرة أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أعرب عن عميق تقديري
فرنسا حكومة وشعبا ولرئيس فرنسا فرانسوا هولاند على روحه القيادية بصفته رئيس مؤتمر الإطراف بدورته 22، وأيضا لوران فابيوس رئيس مؤتمر الإطراف في دورته 21. صاحب الجلالة، أصحاب السمو والفخامة والسعادة، حضرة سيداتي والسادة، بعد عقد من إلاء الأولوية القصوى لتغير المناخ وزيارة البلدان ومخاطبة كل من أمكنني التواصل معهم، تعلمت 6 دروس مهمة على الأقل أود أن أتقاسمها معكم اليوم. أولاً، إن الحلول متعددة الأطراف ناجحة، فعملنا معاً يمكننا كدول أن نحقق أكثر مما كنا لنفعل منفردين، وهذا إذا ما صح يصح أيضاً على اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة وأيضاً الإنجازات الحديثة في مجال التخفيف. إن الأمم المتحدة هي أفضل منتدى وفض لإيجاد هذه الحلول. الدرس الثاني، إن رؤساء الدول والحكومات إنما عليهم الاطلاع بدور قيادي. القيادة السياسية والأخلاقية التي تقودونها بصفتكم رؤساء دول وحكومات إنما هي أمر أساسي لتطبيق هذه الوعود. وقد خاطبت تقريبا كل قائد وزعيم في العالم، ولاحظت أنهم كلما ازداد فهمهم لهذه المسألة كلما كانت خطواتهم وقراراتهم حازمة. أشكركم على هذه الروح القيادية. ثالثا، نحن بحاجة إلى مجتمعات بأكملها للمشاركة في هذه الأعمال. مليارات الأشخاص من حول العالم من كافة القطاعات ساهموا في اتفاق باريس، ودورهم ضروري لتحقيق ذلك. وقد أفضى جدول أعمال العمل المناخي العالمي إلى تعاون بين الحكومات وأوساط الأعمال وأوساط المال والمجتمع المدني، وهذا إذا ما دل على شيء إنما يدل على قوة الشراكة. رابعا، على الأمم المتحدة أن تواصل دورها القيادي في مجال مناصرة العلوم والمساهمات المحددة وطنية بمستواها الحالي لن تخرجنا من دائرة الخطر. فالآليات ضمن اتفاق باريس لزيادة طموحاتنا بالاستناد إلى ما توفر من علوم إنما هو أمر بالغ الأهمية. أيضا علينا أن نتوصل إلى مسار بعثات عالمي يحد من مفعول الاحترار العالمي في هذا القرن إلى ما هو دون درجتين مئويتين وإلى أقرب حد ممكن من مستوى درجة فاصلة 5 من الدرجات المئوية. وهذا يعني أن الانبعاثات العالمية ستصل إلى مستوى أقصى بحلول عام 2020 وتتراجع بعد ذلك بشكل سريع. عام 2015 كان أكثر السنوات التي تشهد ارتفاعا للحرارة في هذا العام، ولكننا لربما سنشهد ارتفاعا أكبر في هذا العام. حاليا يعيش حوالي أكثر من 150 مليون شخص في أراض قد تغمرها المياه أو تواجه فيضانات دائمة، وضمن هذا القرن لربما سنشهد موجات واسعة من الهجرة وعدم الاستقرار. الخيارات التي سنتخذها اليوم وفي العقود المقبلة من شأنها أن توقف الأثار الكارثية على البيئة لآلاف من السنوات المقبلة. هذه مسؤولية طائلة وأيضا فرصة طائلة لكي نقوم بما فيه خير مستقبلنا. أنا أحس بقوة كافة البلدان على زيادة طموحاتها في مجال التخفيف من خلال خططها الوطنية للمناخ بحلول عام 2018. على القطاع الخاص أيضا أن يبذل مزيدا من الجهود، وأنا أدعو إلى القضاء على إعانات الوقود الأحفوري من أجل تسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة. علينا أن نواجه الوقائع وأن نكون مستعدين لإدارة مجموعة واسعة من احتمالات المخاطر. لا يحق لنا أن نتلاعب بمصير الأجيال المستقبلية أو أن نهدد بقاء واستمرار الكائنات الأخرى التي تتقاسم معنا كوكبنا. الدرس الخامس هو أنه علينا أن نمول الحلول ونوسعها. فالمجتمعات المحلية والمدن تحد من بصمة الكربون فيها. مصادر الطاقة النظيفة
تعززوا في مختلف أنحاء العالم، وللعام في العام المنصرم للمرة الأولى شكلت الطاقة المتجددة أكثر من نصف القدرة العالمية لإنتاج الطاقة. نحن بحاجة إلى إمكانية توقع أكبر للمخاطر في مجال المناخ واستيعاب هذه المخاطر وإعادة رسم التنمية لكي تكون أكثر مواجهة. اتفاق باريس و إطار سندي للحد من مخاطر الكوارث من شأنهما أن يعاونان على إحراز تقدم، وأنا أطلقت أيضا مبادرة مواجهة تغير المناخ. الاستثمار في القدرة على المواجهة من شأنه أن يحد من المخاطر المستقبلية وأن يولد أرباحا كبيرة. الدرس السادس هو أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تواصل مناصرة البعد الأخلاقي الذي يدفعنا للعمل، وأنا على ثقة من أن خلفي السيد أنطونيو غوتيريس سيواصل العمل ويكون من أشد المدافعين عن الأكثر ضعفا، فهم من سبب أقل ضرر للمناخ وللبيئة ولكنهم يدفعون الثمن الأبهز. أنا أدعو البلدان المتطورة أن تفي بالتزاماتها وأن تحشد التمويل اللازم في مجال المناخ، أي 100 مليار دولار بحلول عام 2020 من أجل مساعدة البلدان النامية على التخفيف من آثار المناخ وزيادة القدرة على التكيف. صاحب الجلالة، أصحاب الفخامة والسمو، أصحاب السعادة، هذه أشارك اليوم في آخر مؤتمر أطراف بصفتي أمينا عاما، ولم أفوت حضور أي من المؤتمرات العشرة في السنوات الأخيرة. أغادركم وكل أمل بأننا سنتحلى بالشجاعة والعزم والحكمة لتحمل مسؤولياتنا تجاه الأجيال المستقبلية، وذلك من خلال حماية البيت الواحد الذي يأوينا ألا وهو كوكبنا الخلاب. أعتمد على روحكم القيادية. شكرا جزيلا على هذه الروح القيادية. شكرا سيد الأمين العام على كلمتكم. والآن يسرني أن أدعو سعادة السيد بيتر تومسون رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الكلمة. سيد تومسون لكم الكلمة. صاحب الجلالة، ملك المغرب، معالي السيد مزوار، رئيس مؤتمر الأطراف في دورته 22، صاحب السعادة السيد بان كيمون أمين عام الأمم المتحدة، صاحبة السعادة السيدة باتريسيا سبينوزا أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، من دواعي شرفي العظيم أن أتناول الكلمة صبيحة هذا اليوم أمام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الإطارية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في دورته 22. أشكر من حكومة المغرب وشعبها وذلك على كرم الضيافة والاحتضان هذا المؤتمر 22 وعلى الجهود الدؤوبة لتتويج هذا المؤتمر بكل نجاح. أود أن أهنئ السيد صلاح الدين مزوار ولانتخابه رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته 22، وأود كذلك أن أحيي السيدة باتريسيا إسبونوزا لتعيينها أمينة تنفيذية للاتفاقية الإطارية. نحن محظوظون لذا أننا بالفعل نحظى بقيادتكم وخبراتكم، ونحن ماضون قدما في عملنا لمواجهة تغير المناخ. أود أن أتقدم بتحية لرئيس مؤتمر الأطراف في دورته 21 وكذلك أمين عام السيد بان كيمون، جهودهما لتعبئة قادة العالم في سياق عملية التصديق كانت أساسية وذلك للتوصل إلى اتفاق باريس. خلال أقل من 12 شهرا أصحاب السعادة بالفعل ها هو اتفاق باريس قد تم الاتفاق بشأنه واعتماده والتصديق عليه من لدى عدد كاف من الدول وذلك لدخوله حيز النفاذ، ونحن اليوم نشهد انطلاق الاجتماع الأول لدول الأطراف في اتفاق باريس.
الحيز. بالفعل وتيرة التقدم الذي أحرز لا تنقل رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أنه ثمة حاجة ملحة لكي ما نتحرك بشأن تغير المناخ ولكي ما نحترم التزامنا الجماعي بهذا الشأن. أود أن أتقدم بكل التهاني للدول التي قد عمدت إلى تصديق الاتفاق باريس، وأناشد بقية الدول التي لم تفعل ذلك إلى أن تحذو حذو المجموعة الأولى من الدول. أصحاب السعادة، مواجهة تغير المناخ لم يعد استثمارا فقط في الأجيال القادمة، بل آثار تغير المناخ نلمسها اليوم وذلك في كل الدول. بالفعل هذه الآثار كما قلت الجميع يشعر بها. خلال السنوات الأخيرة بالفعل سجلنا أعلى درجات حرارة في تاريخنا الحديث، وحيث أن توجه في انبعاثات غازات الدفيئة تنذر بمزيد من الاحترار. الكوارث الطبيعية تؤثر على مئات الملايين من البشر، حالات الجفاف الممتدة والتي تتنمى حدتها، ذوبان جبال جليدية، زيادة مستوى البحار، وكل هذا يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض واختلال حياة البشر ومصادر الرزق، ويسبب كذلك نزوح الأشخاص والمجتمعات بأكملها. عصير قد دمرت العديد من الدول، إعصار ماثيو في هايتي وإعصار المدارية لوينستون قد دمر كذلك بلدي واجتاحها فيجي. كل هذه العصير قد أتت على حياة العديد من الأشخاص ودمرت البيوت والهياكل التحتية وتسببت في انتكاس من المسار المائي، وبسبب ارتفاع مستوى البحار بقاء العديد من الدول أصبح مهددا بالخطر. ونحن بالفعل نرى بأنه لابد ونعتمد تدابير من الملحة وذلك مواجهة تغير المناخ. هذا من بالفعل من هذه ضرورة أخلاقية بيئية وعلمية وإنمائية، ينبغي أن تهتدي بالطموح وبالعمل وبالمساواة والعدل. أصحاب السعادة، المجتمع العلمي قال لنا بأنه يمكن أن نعدل المسار وذلك من خلال كبح نمو وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة، ولكي ما نحقق ذلك لابد من وأن نحول الاقتصاد العالمي بطريقة بالفعل ستكفل النمو الاقتصادي الشامل للجميع وفصله في أن واحد عن انبعاثات على صعيد عالمي. الدول والتجمعات جميعها قد قدمت الدليل على أنه يمكن أن نفعل ذلك، ولهذا الغرض فأنا أناشد كل الأطراف في اتفاق باريس تنفيذ طموح المساهمات المحددة وطنيا دون مزيد انتظار. أصحاب السعادة، برغم من إجمالي التعهدات العالمية للدول الأطراف في اتفاق باريس، إلا أنه ثمة فجوة في الانبعاثات فيما بين ما قد تم التعهد به وبين ما قد بينه المجتمع العلمي، أي ما ينبغي بالفعل تحقيقه وذلك لبلوغ أهداف اتفاق باريس. ولذلك لابد وأن نرتقي بمستوى الطموح وبتدابير التخفيف. هنا في مراكش لزام علينا، لزام على المجتمع الدولي مواصلة بذل الجهود الجماعية ووفقا لمبدأ المسؤوليات المشاركة وإن كانت متباينة، وكذلك وفقا للقدرات الخاصة بكل بلد. زيادة استخدامنا لمصادر الطاقة المنخفضة الكربون وذلك من جملة مصادر الطاقة أمر حيوي، بما في ذلك من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الهواء والشمس، وحيث أن كلفة الطاقة الهوائية والشمسية ما فاتت تتراجع. الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية وغيرها من الشركاء لابد أن يواصلوا الاستثمار في الحلول المناخية الذكية وقابلة للاستمرار التي ستحقق هذه التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات على صعيد عالمي. لكن هذه الاستثمارات لابد وأن تعزز. بالفعل العمل المناخي هو المحفز والمحرك الأول لإنشاء فرص العمل ولتحسين مصادر الرزق، والشركات الجديدة والمتجددة ستكون أساسية وذلك لتحقيق هذا التحول. الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون تقتضي إذن تعبئة قطاع الأموال وتوفير الموارد المالية، هذا هو المعلم الأساسي في اتفاق باريس. ومن الأهمية بمكان أن تعمل الدول المتقدمة على زيادة التزاماتها بحشد 100 مليار دولار سنويا حتى بحلول 2020، وذلك دعما للعمل المناخي في البلدان النامية. وهنا أود أن أعبر عن عميق تقديري للدول المتقدمة التي بالفعل قد أعربت عن مستوى هام من التعهد. و
تحديدا وتبيان خارطة الطريق، خارطة طريق واضحة المعالم لبلوغ هذا الهدف المالي بالفعل سيعزز كذلك الثقة القائمة بين دول أطراف اتفاق باريس، ولبلوغ هذا الحجم من التحول الضروري لابد أن ننجز المزيد والمزيد بما في ذلك خلال تعبئة الموارد، وذلك من لدن طيف واسع من الأطراف المستثمرة من القطاع الخاص القطاع العام والمصادر المختلطة، تحقيق توازن في الدعم المالي بين جهود التخفيف والتكيف أساسي، وذلك لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة أثار تغير المناخ بما في ذلك الخسائر والأضرار والهيكلة التحتية لمواجهة هذه الخسائر ولتحسين قدرة التقليل من المخاطر التي تنذر بحدوث الكوارث. أصحاب السعادة، وحيث أن اتفاق باريس منعطف في التعاون الدولي وذلك لتحقيق تحول هام في التغير المناخي ومواجهة تغير المناخ بالأحرى، من أهمية بمكان أن نعمل على بلوغ الأهداف وذلك بموجب جدول الأعمال لتنمية المستدامة ل 2030. إذن تنفيذ هذا جدول الأعمال هذا ما يعد بتحقيق المزيد في المستقبل، وذلك من خلال القضاء على الفقر المدقع وبناء مجتمعات تنعم بالسلم، مجتمعات شاملة لكل الأطراف، وتمكين المرأة والفتاة وزيادة الرفاه ومكافحة تغير المناخ. التقديرات الحالية تشير بأن لغرض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 17 بحلول 2030 لابد وأن تصل التدفقات المالية السنوية إلى ما بين 5 و 7 بليون دولار. الحاجة الملحة للعمل على صعيد عالمي وذلك لمواجهة تغير المناخ ولتحقيق التنمية المستدامة هذا هو سبب أو الهدف الأساسي الذي وضعته الدورة 71 لجمعية العامة نصب عينها، وذلك لتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذ كل الأهداف 17 بما في ذلك الهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي. العمل المناخي وصحة المحيطات هذه أمور مترابطة بشكل وثيق، وذلك لصون كوكبنا كوكب الأرض كمكان تعيش فيه البشرية جمعاء، وحيث أن العديد منكم وكما يعلم العديد منكم فصحة المحيطات بالفعل في تراجع مستمر، وعلي الأمم المتحدة ستحتضن مؤتمر المحيطات السنة القادمة وذلك لدعم لتنفيذ هدف التنمية المستدامة 14 أي هدف المحيطات، حيث أنه حجر زاوية كل الجهود الرامية إلى العمل المناخي وصون البيئة لصالح الأجيال القادمة. مؤتمر المحيطات سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 إلى 9 يونيو حزيران 2017، وسيشارك في رئاسة حكومتا السويد وفيجي، وسيحضر عدد من أصحاب المصلحة رفيع المستوى من الحكومات وقطاع العمل والصناعة والمجتمع المدني والمجتمعات العلمية والأكاديمية، وذلك لتعبئة الجهود ولعكس مسار تقهقر صحة المحيطات ولكيما بالفعل نبني على أساس العمل الممتاز الذي تقومون به هنا في هذه القاعة. ومنذ إذن توافر العزيمة السياسية الضرورية والمعرفة العلمية والموارد الاستراتيجية فنحن بالفعل سنشارك وبكل نجاح وبكل حماس مؤتمر المحيطات. وختاما أود أن أشكرك صاحب الجلالة، وأود أن أشكر كذلك حكومة جلالتك والاحتضان هذا المؤتمر الأطراف، مؤتمر الأطراف الدورتي 22 في هذه المدينة الجميلة مدينة مراكش، وهنئكم لسفانيكم من أجل العمل المناخي في الوقت الذي نلتمس جميعا الحلول لتوفير أمن ورخاء للأجيال الحالية والقادمة. أتمنى لكم دورة ناجحة. شكرا. شكرا للسيد الرئيس على خطابه. والآن أدعو الأمينة التنفيذية للتغيرات المناخية السيدة باتريسيا إسبينوزا لأخذ الكلمة. باتريسيا. His Majesty the King Mohammed. صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، سعادة بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيد صلاح الدين مزوار رئيس مؤتمر الأطراف في دورته 22 ومؤتمر الأطراف لاتفاق باريس ومؤتمر الاتفاق لبروتوكول كيوتو، أصحاب السعادة والمعالي، حضرة المندوبين الموقرين، حضرة السيدات والسادة، أرحب بكم في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر
الأطراف بدورته 22 مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس ومؤتمر في بروتوكول كيوتو. أود أن أعرب عن عميق امتناني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمغرب حكومة وشعبا على استضافة هذا المؤتمر في مدينة مراكش الخلابة هذه. صاحب الجلالة، إن الروح القيادية في استضافة مؤتمر أطراف ثان في المغرب هو أمر لا مثيل له، هو من دواعي شرفنا أن نتواجد هنا. أشكر أيضا الأمين العام السيد بان كي مون على جهوده الدؤوبة ودعمه ثابت من أجل اتفاق عالمي في مجال تغير المناخ. السيد الأمين العام، أنت حضرت كل مؤتمرات أو جميع مؤتمرات الأطراف في مجال تغير المناخ خلال توليك مهامك، و تحليت بروح قيادية سياسية غير مسبوقة، وجاءت النتيجة تاريخية على مستوى الوحدة التاريخية في هذا المجال الحساس، وإرثكم سيحدث فرقا إيجابيا في حياة مليارات البشر. هذا اليوم التاريخي هو يوم انعقاد مؤتمر الأطراف، أو يتزامن مع أيضا مؤتمر الأطراف الأول في اتفاق باريس. وما كان هذا المؤتمر اليوم لينعقد لولا تفاني أنتم جميعا الموجودون هنا. علينا أن نحتفل بذلك، وعلينا أن نفكر أيضا بكيفية تسريع العمل المناخي. وفي صلب عملنا نجد الحاجة الملحة لنحول العمل المناخي إلى حجر زاوية لمسار التحول نحو تنمية مستدامة حقيقية، وهذا من شأنه أن يوجه أعمالنا بينما نبني عالما تقل فيه الانبعاثات وتزداد فيه القدرة على الصمود. علينا أن نقيم توازنا بين حاجات المجتمعات وحاجات كوكبنا. إيجاد هذا التناسق من شأنه أن يحمي هذا الكوكب الوحيد الذي نتقاسمه جميعا ونعتمد عليه، وهذا من شأنه أن يعزز الرفاه، رفاه الأشخاص والناس تحديدا الأكثر ضعفا. أصحاب السعادة، هذا التحول العميق لن يكون سهلا، وستتخلله قرارات صعبة، ونحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى روح قيادية على أوساط الأعمال والحكومات الفرعية والمحلية والشعوب الأصلية والشباب والنساء وغيرهم من أفراد المجتمع أن يشاركوا في عملية التحول، ودورهم لا يمكن تجاهله. ومن لبى نداء التاريخ في العام المنصرم إنما هو مدعو اليوم مجددا ليقود هذا التحول. ولهذا السبب أنا مسرورة لأرى هذا الكم الكبير من القادة موجودين هنا اليوم. أشكركم جميعا على التزامكم وحماسكم، وهو ما من شأنه أن يشجع الكثيرين من حول العالم. شكرا جزيلا. شكرا سيدة باتريسيا. والآن أدعو للتحدث أمام الجلسة العامة السيدة لورين باول جوبز، مؤسسة ورئيسة إميرسون كوليكتيف، وهي منظمة تقوم بأعمال في مجالات البيئة والتعليم وغيرها من المبادرات في مجال العدالة الاجتماعية. Please, Lorraine. الكلمة للسيدة جوبز. صاحب الجلالة، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي، الوفود الكرام، بصفتي سيدة أعمال وبصفتي عاملة في المجال الخيري، أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الالتزام الرائع الذي يكمن في إيجاد أرضية مشتركة من خلال سعيكم الدؤوب لحماية الإنسانية من مخاطر تغير المناخ. اليوم في مدينة مراكش نجد أنفسنا أمما وثقافة
ثقافات ومجتمعات تربطنا أواصر الطبع العاجل لهذه اللحظة، ونحن علينا أن نتقاسم الابتكارات والاكتشافات في مجال الطاقة والزراعة والنقل والتنمية وفي الطاقة الشمسية والهوائية التي تبزغ من هذه الأزمة، وما من دولة ينبغي أن تستثنى. إن الطبيعة ركيزة الحياة، وعلى الرغم من وتيرة التنمية الصناعية المتسارعة، فإن الشعوب الأصلية بفضل أواصرها العميقة الروحانية مع وتيرة الأرض لا تزال تسهر على ربع غابات الغابات في كوكبنا وعلى المياه، وكذلك على الأغلبية الساحقة من التنوع البيولوجي. هذه المجتمعات بمثابة الرعاة الأكثر معرفة بكوكبنا، ولذلك ينبغي أن ننظر إليهم بصورة منصفة وعادلة كشركاء ثمينين يعاملون باحترام. وفي المستقبل لننظر إلى هذا الجمع لحظة نكون قد شيدنا فيها مسارا دائما يمكن الشعوب في العالم لكي تتوحد نصرة لقضية مشتركة. لنتذكر هذه اللحظة وذلك على أنها صفوة فكرنا الجماعي وإرادتنا وإبداعنا الذي سيكون بمثابة شرارة تؤدي إلى التقدم في العالم. يمكن أن نأتي بالعلوم مباشرة إلى المجتمعات وأن نجعل تلك المجتمعات تشارك فيها. علينا أن نمكن المواطنين لكي يواجهوا التحديات التاريخية، وتلك مصلحتنا المستنيرة الجماعية لحماية الأرض لجميع أسرنا. شكرا لكم صاحب الجلالة، وشكرا لكم جميعا على تفانيكم وريادتكم في مواجهة أهم قضية في عصرنا. شكرا لورين باول جوبز على كلمتكم القيمة. يطلع الشباب بدور هام في مواجهة التغيرات المناخية، ولذلك يسرني جدا أن أقدم لكم ممثلة عن الشباب المغربي، الآنسة مريم موهوب، والتي أدعوها لأخذ الكلمة أمام الجلسة للحديث عن مستقبل كوكبنا. مريم لكم الكلمة. Your Majesty, Mr. Secretary General. صاحب الجلالة، السيدة الأمينة العام، السيد الرئيس الجلسة، السيدات والسادة، أصحاب المعالي الوفود الكرام. اسمي مريم وأنا في عمر 16، ولدت منذ 16 سنة هنا في مدينة مراكش، هذه المدينة الخلابة التي تشرفونها بحضوركم، وفيها ملتقى الطرق بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، وأيضا ملتقى الديانات والثقافات ضاربة بعمقها في التاريخ ومنفتحة على العالم. وصنوة بـ2 مليار من الشباب في العالم أصبوا إلى استكمال دراستي وأن أخدم بلادي وأشقائي البشر، وأن أبني أسرة، وأن أواصل التزامي كمواطنة، وأن أسافر في مناحي العالم. هذا الحلم الذي أشاطر إياه ملايين الأطفال في العالم من مختلف المعتقدات والأصول قد يصبح كابوسا أو أمرا واقعا بالنسبة لجيلي وأجيال مقبلة. ومن بين البيانات والأرقام المتوفرة لنا تبين هذا التحدي. حسب لجنة حقوق الطفل التي تتكون من خبراء دوليين مستقلين، فإن التلوث قد قضى على 600,000 طفل دون سن 5 بحلول عام 2013. ويقع عليكم وعلينا أن نضع حدا إلى ما لا
رجعة فيه لهذا الحال وأن يكون ذلك في متناولنا بفضل اليقظة والحكمة التي كانت حية في اجتماع باريس في عام 2015. فإن المجموعة الدولية قد اعتمدت الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاق باريس راسمة الطريق لتحول إيكولوجي عادل وتضامن حيال الدول الأكثر هشاشة خاصة الدول الجزرية والدول الإفريقية. يمكنكم ويمكننا جميعا أن نجعل أحلامنا أمرا واقعا. يمكنكم ويمكن لنا أن نتجنب الكارثة تقضي علينا جميعا إذا احترمنا تنوع البيولوجي. لا توجد حلول بل قوى دائمة الحركة، وهذه القوى سنولدها نحن، وهذا ما قاله أنطوان دو سانت إكزوبيري. هذه القوى مجتمعة هنا في مراكش ويقع عليكم أن تحركوها. شكرا. شكرا للآنسة مريم موهوب، وشكرا لكل شباب العالم الذي كان ممثلا في هذه القمة بقوة، والذي أضفى عليها كذلك كثيرا من الحيوية وكثيرا ونسقا قويا. شكرا لكم وتحية لكم. والآن أدعو فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية المستضيفة للدورة 21 لمؤتمر الأطراف لأخذ الكلمة. لكم الكلمة فخامة الرئيس. صاحب الجلالة، السيد أمين عام الأمم المتحدة، حضرات السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس مؤتمر الأطراف 22، السيدة الأمينة التنفيذية، حضرات السيدات والسادة، بداية أود أن أجزي الشكر لصاحب الجلالة ملك محمد السادس ملك المغرب، وذلك لتنظيم هذا المؤتمر. قبل سنة وسنة فقط انعقد في باريس مؤتمر الأطراف في دورته 21، وبالفعل كنت حريصاً على أن يعقد هذا المؤتمر في فرنسا، ولم أكن لأجهل التحديات التي قد تعترضنا، وكنت بالفعل أستذكر حالات فشل عديدة، لكن كنت أعلم بأن الأمال المعلقة أمال عريضة. لكن برغم ذلك، ويوم 12 ديسمبر 2015، وفي ظرفية خاصة بل ومريعة، ذلك لأن كان قد حدث هجوم إرهابي وعملية إرهابية في باريس، العديد من رؤساء الدول والحكومات حضروا وعملوا وأبرموا اتفاقا تاريخيا. أذكر تلك اللحظة، أي عندما بالفعل قام رئيس المؤتمر لوران فابيوس بالإعلان عن إبرام هذا الاتفاق، وها نحن مجتمعون هنا في مراكش بعد انقضاء سنة. كان ذاك الاتفاق اتفاقا تاريخيا، وما وحري بنا قوله هنا هو أن هذا الاتفاق لا رجعة عنه. أقول لا رجعة عنه بموجب القانون، فقد دخل حيز النفاذ يوم 4 نوفمبر، وما يربو عن 100 دولة ممثلة لثلثي انبعاثات غازات الدفيئة قد صدقت على هذا الاتفاق، وأنا أحيي العمل الذي
أنجزه أمين عام الأمم المتحدة سيد بان كي مون، وكذلك رئيسة مؤتمر الأطراف في الدورة 21 سيدة سيغولين رويال، وذلك لتحقيق هذه النتيجة في مهلة زمنية قياسية لإبرام هكذا اتفاق هام تاريخي بالفعل. وهذا الاتفاق لا رجعة عنه بحكم الواقع. لما؟ لأن الحكومات، أي تلك الحكومات التي أنتم تمثلونها، الحكومات أقول الشركات، المنظمات غير الحكومية، مواطنو العالم، كل هؤلاء يتخذون المبادرات ويطلقون المشاريع، وتعتمد العديد من الحلول الملموسة التي توفق بين مكافحة تغير المناخ والتنمية. حتما نحن ماضون قدما صوب نموذج إنمائي منخفض الكربون، والطاقات المتجددة تمثل 90% من إنتاج الكهرباء عام 2015، والعديد من الشركات، بل ما يربو عن 1000 شركة قد انضمت إلى تحالف هدفه هو مضاعفة حصة الانبعاثات العالمية المغطاة من خلال سعر الكربون بحلول 2030، بل وحتى القطاع المالي قد انضم إلى هذا الركب. 80 مليار دولار هي قيمة السندات الخضراء، وفرنسا نفسها ستكون القدوة، وذلك من خلال إصدار سيادي، أول إصدار سيادي، وذلك انطلاقا من بداية السنة القادمة، وذلك في سياق هذه النقلة من البيئية والنقلة في مجال البيئة. أقول لا رجعة عنها كذلك في الضمير الحي للجميع. فالحاجة الملحة لمواجهة تغير المناخ لم تتوقف يوم 12 ديسمبر المنصرم، بل الأشهر الأخيرة بالفعل هي كانت أكثر الأشهر احترارا في تاريخنا الحديث، وقد تبينت العلاقة بين الاحترار والذي يعزى إلى الإنسان والكوارث. لم يعد أحد يجهل أنه إن لم نتحرك وإن لم نحرك أصبعا فإن زيادة مستوى المحيطات ستغطي جزرا وسواحل، بما في ذلك من السواحل الأكثر اكتظاظا بالسكان. الفتور، عدم الحركة بالفعل سيكون كارثيا بالنسبة للعالم، سيكون مصدر إحباط بالنسبة للأجيال القادمة. الفتور سيكون خطرا بالنسبة للسلم، ملايين الأشخاص سيتعرضون للنزوح والنزاعات، كما نعلم نزاعات مرتبطة بالوصول إلى المياه إلى الموارد ستزيد حدة. ثم في أفريقيا المجاعة المرتبطة بالجفاف قد تكون مصيرا ملايين الأشخاص الذين سيضطرون للنزوح والهجرة أملا في العثور في مكان آخر على من يتوفر لهم في أماكن إقامتهم، وعليهم كفاحنا من أجل التصدي لتغير المناخ. بالفعل هو رهان الأمن والاستقرار. وهنا قد حضرت هنا إلى مراكش لكي ما أدعو إلى المثابرة وإلى العمل الدؤوب، وليس فقط لكي أذكركم بما حصل. بالفعل اتفاق باريس هو إنجاز يحسب للجميع، وهو ملك للجميع، وهو رهن بالجميع. بالفعل التزام باراك أوباما كان أساسيا، وذلك للتوصل لاتفاق باريس، سيما في إطار القرارات التي تم اعتمادها والصين ودول أخرى. الولايات المتحدة أول قوة اقتصادية في العالم، ثاني مصدر لغازات الدفيئة. الولايات المتحدة لابد وأن تحترم الالتزامات التي تعهدت بها. هذا ليس واجب
الولايات المتحدة فقط، بل هذا من مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة كذلك الشعب الأمريكي، هذا الشعب الذي يعاني من اختلالات المناخية، ذلك لأنه ما من بلد في منأى عن هذه التغيرات، وهي مصلحة كذلك الشركات الأمريكية التي قد استثمرت في هذه النقلة الإيكولوجية، وهي مصلحة كذلك المدن والولايات المتحدة التي عملت على تعبئة الجهود لكي ما تؤازرنا في إطار اتفاق الخاص بتغير المناخ. فرنسا، أؤكد لكم ذلك، فرنسا بالفعل ستجري هذا الحوار والولايات، وستواصل هذا الحوار والولايات المتحدة ورئيسها الجديد، وذلك في ظل الروح من الانفتاح والثقة، لكن بكل حزم و باسم الدول المئة التي صدقت كذلك على اتفاق باريس سنواصل هذا الحوار. وأود كذلك أن أطلق نداء من أجل المثابرة، جميعنا نحن بالفعل ملتفون حول هدف الحد من زيادة درجة الحرارة دون الدرجتين، وإن تمكنا من ذلك درجة ونصف الدرجة، لكن أؤكد لكم هنا بأنه لا بد وأن نسرع الخطى، أقول نسرع الخطى لكي ما ننفذ اتفاق باريس بعجالة بسرعة أكثر مما كنا بالفعل قد خططنا له، أي قبل 2018، أن نسرع الخطى لكي ما نترجم على أرض الواقع من المساهمات الوطنية. وهنا مرة أخرى نريد أن نكون قدوة، ونريد أن نقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول 2030، وسنعمل وبحلول 2050 أن نقلل بالربع، بأن أو نقسم بربع إذن الانبعاثات غازات الدفيئة. لابد وأن ندرك بأن هذا هو هدفنا، نريد أن نعمل على تسعير الكربون 22 يورو 2016، بل ونواصل ذلك حتى 2030، ولابد ونعمل على التوصل لإذن بحلول 2050 أن نتوصل إلى ما يسمى بالحياد الكربونية. الجميع بالفعل لابد وأن يصبوا إلى تحقيق هذا الهدف بحلول 2050. مؤتمر الأطراف في دورة 22 هنا في مراكش لابد وأن يكون هو مؤتمر الحلول، مؤتمر يضع مستقبل القارة الإفريقية في مقدمة الأولويات. العالم مدين إيكولوجيا حيال القارة الإفريقية، ومن أصل الدول الخمسين الأكثر تضررا جراء الاحترار ف36 منها متواجدة في أفريقيا جنوب الصحراء، ولهذا السبب بالفعل فإنني تطلعت إلى جدول أعمال 2020 للقارة الإفريقية. جدول أعمال سينفذ، والغرض من ذلك هو أن نسمح لكل الأفارقة الوصول إلى الكهرباء. مبادرة للطاقة المتجددة قد أطلقت في باريس خلال المؤتمر 21، وذلك لصالح القارة الإفريقية. تم التعهد بعشرة مليون يورو، وفرنسا ستقدم مليارين خلال السنوات الخمس القادمة، لكن أعلم بأن هذا الالتزام سيتم تجاوزه. لدينا خارطة طريق، والبنك الإفريقي للتنمية قد عمل على تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، 240 مشروعا، هذا هو عدد المشروعات المشاريع الذي رصدته رئاسة مؤتمر الأطراف في الدورة 21، وسعمل على تابعة الاتحاد الإفريقي لهذا الغرض، ذلك لأن مصير أفريقيا ومصير أوروبا مرتبطان بشكل وثيق. وأخيرا ما أقنع العديد من أولئك الذين بالفعل كانوا مترددين في توقيع على اتفاق باريس هو أن نتبين إن كانت الدول المتقدمة تقطع على نفسها وعودا والتزامات، وأنها ستقدم مبلغ 100 مليار دولار بحلول 2020. وهنا أود أن أقول لكم بأن نعم ستحترم كلمتها، ونحن سنعمل على تعبئة هذه الدول. فرنسا ستكون عند كلمتها، والتمويل السنوي للمناخ سيكون بقيمة 5 مليار دولار سنويا بحلول 2020، أي وبما في ذلك مليار واحد مخصص للتكيف. حضرات السيدات والسيدات، أعلم مدى أهمية هذا الاجتماع بالنسبة للعديد منكم،
وفكرة أن السواد الأعظم من الأمور قد أنجز في باريس، وأنه لم يعد هنالك إلا القليل الذي ينبغي القيام به. كلا، هذا خطأ، بل المشوار ينطلق، وذلك لكي ما نواجه التحديات في عالم يمر بمرحلة يشوبها عدم اليقين، عالم حيث إذا تتفاقم النزاعات وتتكاثر المخاطر، حيث يذوق المدنيون الأمرين، وحيث يستفحل الفقر وتتزايد أوجه عدم المساواة. ولذلك فبالنسبة لأولئك الذين يتاجرون بالخوف والذين بالفعل يجعلون من هذا الخوف مرتعا، نعم قد تبادر إلى الأذهان الأسئلة والتساؤلات، وأعلم بأن هنالك هواجس تعاني منها شعوبنا، لكن برغم كل ذلك ثمة عوامل أمل وعوامل تشكل مصدر أمل، من بينها اتفاق باريس. فاتفاق باريس هو الدليل على أن المجتمع الدولي من شأنه أن يتجاوز كل الانقسامات للعمل لصون الأهم. وعليه صاحب الجلالة، حضرات السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام، حضرات السيدات والسادة المندوبون الكرام، لا يجوز نقد وعد هو مصدر أمل، بل هذا الوعد لابد وأن يتم الوفاء به، لابد وأن ندفع به إلى الأمام. نحن هنا في مراكش بالفعل نعمل كحراس روح ونص اتفاق باريس، وسنبقي على هذا الاتفاق، ذلك لأن القاسم المشترك بغض النظر عن أوجه الانقسام والاختلاف والقناعات والأديان والعقائد والأوضاع وسبل التنمية، قاسمنا المشترك أقول هو ما يوحدنا، أعني بذلك هذا الكوكب، كوكبنا الأرض. شكرا لفخامة الرئيس فرانسوا أولاند على كلمته. والآن يسرني أن أدعوكم للاستماع إلى أغنية من تأليف مجموعة فناير المغربية احتفاء بالدورة 22 لمؤتمر الأطراف.
بلوات البحر حرق الغابة خسر المنظر جمعنا ضيف بنات ولاد نقاو البحر والغابة حيات واتحد وناس المدينة باش المدينة تكون زوينة وحش الغابة مشى وهرب ونظيف تبعو يضرب نظف من الإيمان نعم هيا نظف المكان نعم نظف من الإيمان نعم هيا نسكن الجنان La mer, je défends la terre, je protège la forêt qui recycle l'air. Je défends la mer, je défends la terre, je protège la forêt qui recycle l'air. شكرا لمجموعة الفناير على هذه الأغنية المتميزة ونأتي الآن إلى نهاية الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى أرجو منكم أن تظلوا جالسين في أماكنكم أصحاب السعادة حضرات السيدات والسادة أثناء مغادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والضيوف الكرام وغيرهم من كبار الشخصيات نشكركم على حضوركم هذا اليوم وهكذا أعلن انتهاء أشغال هذه الجلسة الافتتاحية. Distinguished delegates. أيها الوفود الكرام، أيها السيدات والسادة، الرجاء أن تظلوا في أماكنكم في غضون مغادرة صاحب الجلالة محمد السادس هذه القاعة. الرجاء أن تظلوا في أماكنكم. الرجاء أن تظلوا في أماكنكم. ستأتي بعض التعليمات الأخرى لاحقاً. Distinguished heads of رؤساء الدول والحكومات، النواب، الرؤساء، أصحاب المعالي وزراء الخارجية، الرجاء أن تتوجهوا إلى الباب على اليمين حتى يتم قيادتكم إلى المكان الشخصيات المرموقة. رجاء أن السيدات والسادة رؤساء الحكومات، نواب الرئيس، نواب الوزراء ووزراء الخارجية، رجاء أن تتوجهوا إلى الباب على اليمين من المنصة حيث سيتم مواكبتكم إلى قاعة الشخصيات المرموقة ثم بعد ذلك إلى الغداء الذي سيقدمه صاحب الجلالة. أيها
وفود رؤساء الوفود رجاء أن تتوجهوا نحو مخرج القاعة، سيتم توجيهكم إلى الحافلات التي ستنقلكم. شكرا. Distinguished heads of رؤساء الوفود رجاء وبكل لطف أن تغادروا القاعة من الباب الذي يوجد في آخر هذه القاعة، فإن البروتوكول التابع للأمم المتحدة سيقوم بمواكبتكم إلى قاعة الغداء. Dobrze, na razie. Wiem, o co chodzi.